بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا وكل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم. اليوم في برنامج الأهلة راح نتكلم عن أطفالنا في رمضان، وراح نستهل حوارنا مع الدكتور بسام البطحي. حياك الله دكتور، كل عام وانتم بخير تقبل الله طاعتك. دكتور، أنت عارف في رمضان أحيانا الأطفال السن ما يكون متفارق، يعني ما بين 7 سنوات ما بين 8 سنوات، في بعض أطفال يحاولون أنهم يصومون في رمضان، فما أدري أنت شو اللي تشوف السن المناسب للصيام؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أن الصيام فرصة للأطفال أن يتعلمون أشياء ما كانوا يتعلمونها في باقي الأشهر، كمثلا الصبر والتعود على عادات نظام أو نظام غذائي معين. نظام غذائي معين. كذلك بعض الأشياء المهمة في الصيام مثل التحكم بالنفس، التحكم في والحركة وكثرة الحركة مثلا من الصلاة وغيرها. لكن متى نقدر نعلم الأطفال الصيام؟ طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها الحين، الصيف، يعني احنا الحين دخل رمضان في الصيف، صح، والنهار طويل. صحيح ان في ميزة وعيب، ان الميزة ان ما في مدارس، نعم. يعني الحين اغلبهم في عطلة، في عطلة ممكن يقضي النهار مثلا يرتاح وينام، لكن في شروط. أول شيء ممكن نبدأ من 10 سنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم بسبع واضربوهم بعشر، فممكن نبدأ ب10 سنين لأن هني الجسم ممكن يتحمل. تحت 10 سنين طبعا ما في حد معين في السن، يعني هو يعتمد على بنية الطفل. يعني نقدر نقول الحين الدكتور نبي ندخل بالقدرات السن، لو نبي نقول من 7 يبدأ التعليم لغاية 10 هنا عاد يبدأ الالتزام. أي يعني يبدأ، نأخذ مثلا سن كبير، مثلا ما نأخذ الصغار حيل ونقول لهم صوموا، ممكن نعلمهم مبادئ الصيام وشون يصومون وشنو فوائد الصيام كذا. الأمر الثاني يعتمد على بنية الطفل، الطفل هل هو سمين، ضعيف، نحيف، يلا هبوط متكرر، فهذا شوي نحذر في التعامل معه من ناحية الصيام. الشيء الثالث الفصل من الصيف، يعني إذا كان مثلا حر شديد، يعني هم لازم نكون حذرين في التعامل معه، لأن احنا نخاف من شيء معين وهو الجفاف والهبوط. جفاف من ناحية السوائل والهبوط من ناحية السكر. وهذه تأثر بشكل خطر يعني على الأطفال. ولذلك احنا عندنا يعني علامات، قبل أروح علامات لازم نقول إن إذا أنت تبي تصوم الطفل شو تسوي؟ تبدأ بالتدريج. بالتدريج. فمثلا خلينا نقول أول يوم يصوم مثل يعني يصوم العصافير. من الصبح للساعة 11 مثلا، يعني تاكل شيء، يعني كحد تقدير كم ساعة نبي نحكي؟ يعني هو لانه بيقوم الصبح الساعة 8 خلينا نقول مثلا، زين. طبعا هذه مستحيل عيالنا الساعة 8 يقول، يعني اذا بيقوم هو الساعة 1 2 هذا لما يكونوا سهرانين. اللي قاعد نتكلم عن الطفل الطبيعي يعني. بس بالصيف صح تنقلب الآية، تنقلب الآية صح، بيقعد يقوم الساعة 3 4، فهو صايم قصر يعني مو بإرادته. لكن احنا نقول لو تقول حددنا قلنا من الساعه 8 مثلا، الطفل الصغير قام الساعه 9، نعم، وكمل اذان الظهر، حلو، ان 4 ساعات انت عودته شيء، وبعدين تبدا تعطيه الاكل. اذا شفت انه والله قادر وعنده قدره ممكن شوي شوي تكمل معه، لكن اذا شفته تعبان عليه علامات الجفاف، بدا يحس بصداع. شنو هي علامات الجفاف دكتور؟ ايه علامات الجفاف الله يسلمك، انه هي يعني اول شيء تحس انه الشفايف ما فيها لعاب، نعم، تغور العينين داخل، البول عزك الله يتركز يقل، الدموع مثلا اذا تشوفها يبكي يقل عند الدموع، الجلد مثلا ما يصير بهالسماكه هذه، يصير لين يطلع عليه برا. في علامات يعرفها الاطباء انها تدل على علامات الجفاف، طبعا الدوخه وكلها طايح، يعني نقدر نقول هم محتاجين متابعه، فمتابعة على صيغة، ما تقول له صوم وخلاص وتحرمه من الأكل وبس، لا، هذا طفل لابد أن تتابعه، متابعة على صيغة، لأن أنت في النهاية يعني طفل،
يعني هو غير مكلف إلا لما يكون يعني يوصل سن البلوغ ويكون نعم قادر وكذا. لكن قبل هذه أنت دورك التعليم، لكن مو دورك إنك تفرض عليه الصيام. بنفس الوقت إذا هو قادر ممكن تبلش وياه من البداية نعم بحيث إنه يتعود، عشان لما يكون الصيام إلا هو يكون متدرب، لأن هذه مهارة. صحيح. الصيام مهارة يحتاج قبلها إنه يتدرب ويتعلم قبلها. وإحنا نقول إن إذا صام الطفل أنت حط في بالك بعد الفوائد، فوائد الصيام. ممتاز. نقدر نقول دكتور شنو هي الفوائد؟ يعني مثلا إذا كان الطفل سمين، وأنت تتوقع كم نسبة السمنة عندنا في الأطفال في الكويت؟ والله أنا شايفة يعني لو من 10 أطلع 6 تقريبا. عندنا السمنة زايدة خاصة في المدارس وطلبة المدارس، وهذه كارثة، هذه علامة خطر عندنا. لأن إذا الطفل سمين يعني معرض للسكر، معرض للخشونة الركبة، معرض للقلب، معرض لأمراض القلب، يعني كل هذه الشغلات وهو بسن صغير. يعني إذا كبر شو دكتور، هذا لو أنا هذا يعتبر إهمال من الطفل ولا من ولي الأمر؟ إيه هذه مشكلة. أنا لا لأن إيه لأن مشكلة متكاملة في المجتمع، يعني نعم. الأسرة، المدرسة، البيت، الإعلام، يعني حتى محتاجة تحرك كامل مؤسسي. زين دكتور، احنا يعني اعلام وخاصة التلفزيون الدولي الكويت مو مقصر بعض الحملات. نعم يعني صحيح. انا على سبيل المثال ان شاء الله في برنامج انا راح نخصص حلقة عن الوجبات السريعة. اي وهذه المشكلة، ان احنا نخصص حلقة وبعدها تطلع لك دعاية اكل هذه الوجبة. هذه مشكلة. صفت كل شيء. فهذه المشكلة ان احنا ما عندنا كنترول على التجار. صحيح. ما عندنا كنترول على الاعلانات التجارية اللي صراحة يعني لو أنت بيطالع الولد بيطالعني أنا وياك، نعم. وعقبها بيطالع ذيك الشغلة المهندسة المرتبة. صحيح. راح تشد أكثر. يعني صحيح. إحنا أنا قاعد أتكلم من هذا الجانب، إنه الشد الإعلامي، وبعدين ما يعني التوعية لازم تدش في كل مكان. فالشاهد إن الصيام ممكن ينزل الوزن. نعم. إذا سويت كنترول. هذه هم تعتبر فرصة دكتور. فرصة تخفيف الوزن. الطفل وزنه يقعد يمسك نفسه شوي. صحيح. لأن إحنا عندنا الطفل. الأبو معاه بعدين يمل فيفتح بحري الحلويات الكاكاو. هذه الحلويات دكتور من الصعب إنك تسوي كنترول على الطفل خاصة الحلويات. أنا أقول مصعب. شنو السهولة أو شنو الطريقة الإجراء اللي أنا أقدر أحد منها؟ أنت الحين أب. صحيح. عليك كنترول، لك يد إنك تسوي كنترول على كل شيء. إذا ما قابل المدرسة شو تسوي؟ لا أحاول إني أقوم. يعني عندك يد يعني، بس الأكل كيف يا أهل؟ صحيح. فهذه مدرسة مستقبل وهذه مستقبل. زين دكتور، في بعض أطفال أحيانا يكون أذكياء، لما يشوف الربع وأصدقائه عندهم الحلويات وعندهم السكريات فهو الوحيد اللي ما عنده، فلما يقول لك يبا إيش معنى هذا عنده وأنا ما عندي، هني أنت شلون تقدر تتصرف؟ إيه طبعا هني نبدي، يعني أنا ما أبي أشط على الموضوع لأن بس أذكر فوائد الصيام على السريع وبعدين ما راح أقول لك. حلو. طبعا توازن الغذاء، طبعا انت لما تعطي اكل هم تعطي اكل متوازن، يعني نعم. في سلطه، في خضار، في شوربه، وتعوده ان هذا ترى في يدك وكذا. الشيء الثاني انك لما يكون صايم تحاول انك تبعده عن النشاط الحركي، لان النشاط الحركي راح يسوي له هبوط ويسوي له صحيح. الصيام له فائده انه يتعلم انه يسوي كنترول على نفسه. يعني الحين الجيل اللي عندنا مو قادر يصبر على شيء، فالصيام يعلم على هذا. الحين اني على سؤالك، ان انت قلت لي ان شلون اقدر ان اسيطر عليه. نعم. الاول طريقه ترى والله الطفل لو عمره 5 سنين يفهم. صحيح. صحيح. ويعرف. فاذا قعدت وياه قلت له شوف اذا سويت كذي وكذي وكذي ترى هذا راح يصير فيك، شوف هذول صار فيهم امراض، احنا ما نبيك تصير فيهم امراض، صح هذول ربعك قاعد ياكلون بس ترى هذول قاعد تصير فيهم اسنانهم كذي، هذول المستقبل يصير فيهم كذي، وتكرر في هذه تكرر في هذه. انا اعرف طفلة صغيرة حتى بالمدارس قاعد يزرعون فيهم نفس الطريقة، بعض المدارس اللي عندهم نظرة أن تقول هذا هيلثي وهذا مو هيلثي، ما شاء الله هذا الأكل صحي وهذا مو صحي، مع أنها صغيرة تعرف ليش؟ لأن هذه مرة مرتين مرة ثلاث مرة قامت هي أصلاً يعني تخانق زملائها في ما شاء الله تبارك الله. فالحوار إقناع، ترى إذا ما أقنعته قلت له هذا ما يصير تاكله، إنزين ليش؟ بس كيفي، ما راح يقتنع. لكن إذا بدأت تقنعه وتحاوره وتعطيه بديل، يعني أنت تقول له ما تأكل زي عطني بديل شيء حلويات أكلها. صحيح. فتعطي فواكه، تعطي حلو، ممكن يأخذ مرة واحدة لكن ما يبالغ، ما يحاول يبالغ. إذا حس إن أنت قاعد تعطي وأنت قلبك عليه
راح يمشي وياك يعني في النهايه. يعني انا اشوف دكتور ان المتابعه شيء ضروري للطفل خاصه في صحيح. رمضان، والكنترول هم بعد نقدر نحدده ان هذا من الاشياء الضروريه. انا دكتور الف شكر لك على المعلومات الثريه هذه، وتمنياتي لك بالتوفيق وكل عام وانت بخير مقدم. مشاهدينا فقراتنا ان شاء الله ما راح توقف عند هذا الحد، ومواضيعنا مختلفه يوم عن يوم، قاعد تشوفونا مواضيع متنوعه. خلونا مع الفقره الدينيه وان شاء الله لنا عوده باكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بداية نشكر الأخ سالم على تعرضه لهذا الموضوع الهام، أطفالنا مع الصيام. الأطفال أيها الإخوة هم جزء من المجتمع المسلم، وجزء من الأسرة المسلمة، وجزء من هذه البيئة التي تعيش في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. والأطفال أيها الإخوة حينما يعيشون من بيننا يروننا نقف عن هذا الطعام ونمسك عنه، وتصبح الوجبة في وقت محدد، فإنهم أحيانا يتشوفون إلى أن يكونوا من الذين يقومون ويصومون بهذا الشهر الفضيل. لكن حينما نرى أن هذه القضية تحتاج إلى عرض فقهي، هل الأطفال مطلوب منهم أن يصوموا هذا الصيام الطويل بهذه الساعات؟ والحقيقة نجد بسؤال: من الذي يجب عليه الصيام؟ الذي يجب عليه الصيام هو كل مسلم بالغ عاقل. فإذا قلنا المسلم خرج غير المسلم من الكفار، وإذا قلنا بالغ وهو الذي بلغ سن البلوغ، ثم بعد ذلك إذ من كان دونه فإنه لا يجب عليه الصيام، والذي يليه هو العاقل، فالمجنون ومن في حكمه فإنه لا يطالب بهذا الصيام. فبناء عليه إذا كبر الولد أو البنت وبلغ الحلم، فإنه بعد هذه المرحلة يصبح الآن الصيام عليه حكما واجبا، لا يجوز له تركه ولا يجوز له عدم الصيام إطلاقا، وهو ركن من أركان الإسلام التي لا يتم إسلام المرء إلا بتطبيقها وامتثال أمر ربه سبحانه وتعالى بامتثالها وتطبيقها في حياته. إذن فالأطفال يشرع لهم إذا كانوا دون سن البلوغ أن يعودوا على هذه الشعيرة العظيمة، كأن يكافئ الابن وتكافئ البنت بأنه إذا صام منتصف النهار وليس كل النهار، سويعات من النهار، أن يعطى جائزة وأن يمنح مبلغا. بمثل هذه الأمور تتهذب نفسية الطفل، ويشعر أحيانا بأنه محروم من الطعام والشراب امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا طال به العمر فإنه سيتقبل هذا الصيام بعد بلوغه للحلم إن شاء الله، سيتقبل هذا الصيام مشكورا مبذولا عند ربه سبحانه وتعالى. أما ما كان دون ذلك فإنه يباح لهم الفطر ولا عليهم تثريب بإذن الله تعالى، لأن الأمر في هذا أمر رحمة، قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قيل هذا للكبير البالغ المسلم العاقل، فهو الذي يكلف بهذا التكليف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إصلاحهم وعلى تربيتهم تربية طيبة صالحة، إنه أكرم مأمول وأجود مسؤول. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.